كذا القرار في ظروف وتوقيتات او في ظروف وتوقيت كان غير مقرر من قبل. تغيير في المناصب تقصد؟ نعم. وسيادتك دخلت في المناصب وانت ترحل عن هذا المجال بعض الاتهامات والانتقادات الموجهه باعتبار سيادتك مرشح الجيش، الى اي مدى يكون المشهد؟ تدخلات كتير جدا وتشابه في كل شيء، فالنقاش اللي بيتم لكل موضوع عايز اقول انه قد يكون في المرحله اللي احنا فيها دي زياده شويه او رفع درجه غليان الارهاب في مصر. كل ده ما كانش بيمثل عليك ضغطا في اعلان الترشح؟ انا مستوعب ان هو العكس. لا انت العكس. العكس اه، بمعنى ان الوطن يتحمي مهما كانت. مش هناخد راي حد. ما خدتش راي حد. مش هناخد راي حد كمان في حمايه بلدنا ابدا. احنا لينا اطار بنشتغل فيه جوه بلدنا. وانا قلت انا مش محمد ولا مدين لحد الا الله والوطن الناس بس. مقتضياته ايه؟ هنشتغلها ان شاء الله. حتى حضرتك مرشح رئاسي، الناس بتيجي لحضرتك، حضرتك احنا تبع حمله تمرد ونازلين فعليه في الشارع علشان نشوف نبض الشارع ومحبة الراجل الفريق السيسي في قلب الناس. والفريق السيسي دلوقتي هو بيتكلم بيقول انا عاوز ايديكم في ايديا، ما فيش وعود اكبر منه. هو بيوعد وعود على قده، بس هو ايدنا في ايده. احنا مش عاوز حد يقعد، انا عاوز كله يشتغل، كله ينتج علشان نقوم بالبلد، عشان البلد تتغير للاحسن. وده هو امل الراجل. وبعدين الراجل بيتكلم كلام على قده مش اكبر منه، علشان لما يجي ينفذ يبقى نفذ الكلام كله، ما ينفذش ربعه نصه. لا، هو بيتكلم على قد اللي معاه. وعايز اتكلم على السيد الرئيس السيسي ان هو يحكم بلدنا بالعدل والناس اللي هم محتاجين والناس الغلابه، ويفوقنا من اللي احنا فيه والظلم اللي احنا فيه والظلم الحاكم العسكري برضه يفوقنا منه، والشباب بتشتغل والحكومة ما تظلمش حد. وده راجل رئيس أنا بنتخبه بيفكرني بالرئيس جمال عبد الناصر، وأنا كنت من 6 أكتوبر، من حرب 6 أكتوبر، وأنا بحب السيسي وربنا يوفقه على مصر بأمر الله. الهدية بتاعت ربنا اللي بعتها لنا حمد جيش شعب مصر وحمد مصر، وشالت الفساد من مصر وشالت وطهرت مصر وطهرت مصر. وأنا نازلة عشان بحب عبد الفتاح السيسي، وبقول له يا سيادة الفريق، يا سيادة رئيس الجمهورية، يا حبيبي الملايين، انت قلتها مرة، انت نور عينينا. احنا النهاردة بنقول لك انت نور عينين المصريين الشرفاء، انت روح قلب المصريين الشرفاء. احنا بنحبك وبنعزك ونفديك بارواحنا. المصريين الشرفاء، مش المصريين الخونة، المصريين العملاء، المصريين اللي ملهمش مبدأ ولا وطن، المصريين اللي سلموا دماغهم ونفسهم للفلوس وللأجانب ولأعداء مصر. إنما مصر فيها شرفاء كتير، مصر فيها شباب زي الفل، شباب زي الورد، ربنا يحميه ويحرسه ويحفظه. نوافذ يعني، بقول من فضلكم لو قدر لي هذا الأمر أي حد. لا أسلتك عن المجتمع السياسي، يعني دايما المؤسسة العسكرية هي مؤسسة محصورة علاقتها